الدرس الأول من كتاب علم نفسك الإسلام بعنوان الإسلام علم والجهل به الداء. طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث رواه البيهقي وابن عبد البر. فريضة أوجبها الله تعالى في أول كلمة من وحيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية الأولى من سورة العلق. وفيما تتابع من الوحي إلى تمام الرسالة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، الآيتان 18 و19 من سورة القيامة. ثم أمر الله رسوله الخاتم أن يبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، الآية 44 من سورة النحل. وأمرنا أن نتعلمه ونتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الآية 29 من سورة صاد. وأن نتسابق في تعلمه وتدبره وأن نعلمه غيرنا. وأنذر عشيرتك الأقربين، آية الشعراء رقم 214. وفي الحديث الشريف بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. كما أمرنا أن ننشره بين العالمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، آية البقرة رقم 143. كما تواعدنا إن تكاسلنا أو تقاعسنا عن إبلاغه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، آية البقرة رقم 159. ثم أمر كل من وصلته رسالة ونطق بالشهادتين أن يعمل بكل ما شرعه الله في كتابه وسنه بأمر الله رسوله من أحكام وفضائل وإقامة منهجه الشامل في سائر أمور الحياة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، آية النساء 59. وكذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، آية الأنعام رقم 153. والحديث تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، رواه الحاكم. وبهذه الشروط تتحقق الخيرية التي وصف الله بها أمة الإسلام، التي تجمع المؤمنين حقا من كل جنس ولون ولغة على امتداد الزمان والمكان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آية آل عمران رقم 110. وهكذا كانت الأمة حقا عندما أقبلت على تعلم الإسلام ووعت مراميه ودعت إليه وانطلقت تعلمه للناس على امتداد المعمورة. ثم مضت قرون اجتمع فيها على الأمة والرسالة شياطين الإنس والجن يزينون لها الدعاوى الزائفة والمتع الزائلة ويبثون بينها الفتن والدسائس ويصرفونها عن العلم النافع إلى الأوهام والأباطيل، حتى انفرط عقد الأمة ثم هيمن عليها أعداء الإسلام عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأخيرا فكريا. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذ قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، رواه أبو داود وأحمد.
ولم يبق من وعي الأمة برسالتها وفقهها بدينها إلا القشور وبعض الشعائر، وعاد الإسلام محاصرا مطاردا متهما تماما كما كان في فجر الدعوة أو أشد، وأصبح الصابر على دينه كالقابض على الجمر. وفشت في أهله كل عوارض الجهل من دعاوى باطلة وتعصب مذهبي وعرقي وجغرافي وفرق وجماعات ضالة ومظاهر شرك ووثنية واتباع أعمى لأسوأ ما في غير المسلمين من عادات وخصال. وفي الحديث الشريف: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، رواه البخاري ومسلم. من هذه العجالة يتبين لنا أن مكمن الداء ومصدر الغفلة والبلاء هو انحسار الوعي وضحالة العلم والثقافة الإسلامية بين عامة المتعلمين فيما يسمى بظاهرة الأمية الدينية، وهي لا تقل خطرا إن لم تكن أشد وأنكى من أمية القراءة والكتابة، لأن المصابين بها هم المثقفون الذين يقودون الفكرة والسياسة وكافة الأنشطة ويربون الأجيال. ومن ثم فإن هذه الأمية الدينية هي العامل الأساسي وراء ما آل إليه حال الإسلام وأهله وعالمه اليوم.